مازلنا بنتابع مع حضراتكم تداعيات السيول اللي حصلت في عدد من محافظات الصعيد، ويمكن أسيوط تحديدا كانت أكثر المحافظات تضررا من هذه المسألة. النهاردة تم توقف 5 محطات لصرف المياه في أسيوط بعد وصول رمال السيول إليها، وتم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب، منها تخزين بعض المياه، تشغيل محطات الآبار لتجنب الأزمة، وكمان محافظة المنيا تم اتخاذ فيها بعض الاستعدادات أيضا من خلال تحليل المياه اللي بيتم وفقا لتصريحات المسؤولين في الشركة القابضة لمياه الشرب كل نصف ساعة. النهاردة كمان كان في اجتماع لمحافظ أسيوط مع بعض القيادات المحلية، قال فيها أنه هينشئ وحدات للإنقاذ السريع بالمراكز اللي تضررت بشكل كبير جدا من السيول. وفي هذا الاجتماع هاجم المحافظ عدد من المساعدين بتوعه والموظفين الإداريين، وقال لهم أن إجراءاتكم بتتسم بالبطء الشديد، وده الحقيقة اللي عانى منه أهالي أسيوط على مدى الأيام اللي فاتت، وكويس قوي أن في إدراك من محافظ أسيوط لهذه المسألة. نرجع للمخاوف المتعلقة بمسألة المية اللي بدأ يتم فيها تسرب لرمال السيول. هنفهم الوضع مع حضراتكم مع العميد محيي الصرفي المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب. مساء الخير يا سيادة العميد. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور يا فندم، سامع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. سيادة العميد، هناك مخاوف الان على اهالينا في اسيوط نتيجه وصول بعض رمال السيول اللي كانت موجوده في اسيوط الى محطات المياه. الناس عندها قلق من ان هي تشرب المياه دي فلا قدر الله تكون ملوثه، وبدل ما تبقى المعاناه انهيار منازل ومأساة سيول، تبقى كمان تسمم بمياه غير نظيفه. ايه الاجراءات اللي اتخذتوها للتعامل مع هذه المساله؟ هو أنا بطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين، الموضوع كله نتيجة السيول يا فندم ديت نزلت في المجرى النيل على زودت العقارة. هو طمي مش رمل، هو طمي نزل في النيل زود مستوى العقارة. احنا عندنا محطاتنا مصممة ان احنا بناخد المية بمستوى معين بنطلعه طبقا للمقاييس المصرية، تمام، نقية وبتبقى بحالة جيدة جدا. انما دلوقتي يا فندم اللي حصل ايه؟ انا النهاردة عندي عقارة شديدة جدا ما اقدرش ادخلها على محطاتي، بوقف المحطات، بس انا كنت عامل استعدادي من قبلها ان انا مخزن كميات مية، مبلغ الوحدات المحلية، بشغل محطات ارتوازية تديني مية بوزعها بعربيات في الاماكن المتأثرة. والدليل على كده يا فندم ان انا كان فيها احنا ابتدينا من انا وبعد كده هو دخلنا على اسيوط، دخلنا على اسيوط الاسيوط او سوهاج بمعنى اخر، وبعد كده دخلنا على اسيوط وهتبقى توصل للمنيا. في المراحل دي كلها نسبة العقارة بتقل، احنا كنا مستوى، معلش يا فندم وضح لي يعني ايه دخلتوا من هنا لسوهاج لاسيوط؟ يعني انتوا كنتوا بتمشوا بخطوط لا انا بسأل على الميه، الميه دلوقتي اللي حضرتك بدأت توزعها واصلة لكل المناطق المتضررة دي يا فندم؟ عشان الناس هتشرب ايه؟ العقارة ابتدت العقارة تنزل وتظهر عندنا قدام محطات المياه في هنا. تمام يا فندم، ابتدينا نتعامل معاها وابتدينا رفعنا درجات الاستعداد، بقالنا 4 أيام رافعين درجات الاستعداد في جميع المحافظات على مستوى النيل كله او على مستوى جمهورية مصر العربية. فاحنا عارفين ان هي ماشية ازاي، فاحنا عندنا يا فندم المعامل بتاعتنا بتراقب مآخذ محطات المية. اول ما بنلاقي مستوى الميه وصل في العقاره بتاعته للمستوى اللي انا مش هقدر اتعامل معاه بقوم موقف المحطه زي ما عملته في اسيوط، اوقفته 5 محطات في اسيوط. لا احنا اسيوط النهارده يا فندم هي نزلت ان احنا اوقفنا 5 محطات، احنا ما كناش اوقفناهم، احنا كان ايقاف جزئي في محطتين
وبعد كده اهوت ابتدت وصلت النهارده دلوقتي وانا بكلم حضرتك وصلت لمدينه اسيوط نفسها لمحطه اسيوط. تمام يا فندم، احنا بنوقفها للمده اللي احنا نقدر نشغل محطاتنا الثانيه، يعني بمعنى ايه؟ اوقفها اربع خمس ساعات بلاقي وبحلل كل نص ساعه. تمام، لما بتوصل لمستوى معين اللي انا اقدر ادخله عندي في مرشحاتي ابتدي اشغل المحطه من جديد. تمام يا فندم. طب عايز اسال حضرتك سؤال فني معلش، هل لديك ضمانات بان مفيش اي ميه غير صالحه للشرب وصلت فيها نسبه العكارة او التعكير اللي حصل لها لمستوى ما ينفعش حد يشربها، ان هي دي مش واصله للاهالي؟ لاني اخشى ان الناس ما يكونش عندها بديل تاني فتستخدم هذه الميه. حضرتك انت جاوبتي على السؤال اللي انت سالتيه دلوقتي، ان احنا وقفنا محطاتنا من اول هنا وبعد كده سوهاج وبعد كده اسيوط. ده دليل على ايه؟ ان احنا ما بندخلش ميه ما تطلعش من عندي طبقا للمواصفات القياسيه. انا لازم اخدها بمستوى اقدر مع الشابه تنزل العكاره للمستوى. انا اقصى حاجه عندي واحد ان تي يو. تمام يا فندم، اللي هي وحده قياس مثلا واحد. تمام، انما وصلت في بعض المراحل كانت 2000 وبعد كده ابتدت توصل ل 500، النهارده في اسيوط وصلت 300، فهي بتخف شويه بشويه. تمام، عقبال ما توصل المنيا هتبقى اخف اكتر بكتير ان شاء الله وهتبقى ما فيش مشاكل. احنا بنتعامل معاها، احنا حضرتك عارفين الموضوع ده وصرافين درجات الاستعداد بقالنا 5 ايام. بنتعامل، عندنا محطات ارتوازيه تقدر تغطي لي الميه اللي هي بدل الميه المرشحه، عندي عربيات ميه بنقل بيها، عندي خزانات ميه خزننا فيها. يعني دلوقتي بس عايز اسال سؤال تاني معلش يا ارجو ان يتسع صدرك، وفرتوا مياه بديله لكل الناس في كل المراكز وكل القرى اللي تضررت من هذه الاثار، او لديكم مخاوف من ان توصل لهم ميه ملوثه؟ لان لازم الناس دول يكون عندهم ميه، لان ايه البديل؟ تمام يا فندم، وعن طريق كمان الوحدات المحليه بلغناهم ان هم ابتدوا كانوا يحوشوا ميه الاول عندهم واحنا عندنا خزانات ميه، بجانب ان احنا شغلنا الابار الارتوازيه اللي هي الاحتياطيه على اساس تديني ميه اقدر اوزعها على الاهالي. وهي بالظبط بتبقى ما بين نص يوم او يوم في قلب القريه الواحده او البلد الواحده. تمام حضرتك، فاحنا يعني ان شاء الله مسيطرين على الموضوع، يعني ان شاء الله بطمن حضرتك وبطمن اهالينا كلهم في اسيوط وفي المنيا كمان انا داخل عليهم، ما يقلقوش، ما فيش اي حاجه. احنا بنبقى معاهم على طول مع الوحده المحليه مع الساده المحافظين، بصراحه متجاوبين معانا، والناس يعني كل الناس ايد واحده بحيث ان احنا نقدر نخرج بس من الموضوع ده. ربنا معاكم، لان الحقيقه يعني مش عايزين المصيبه تبقى مصيبتين، تبقى سيول وكمان مياه ملوثه. وانا شخصيا يعني مبسوطه ان عندكم استعداد زي ما حضرتك تفضلت بيه خطط بديله للتعامل مع هذه المساله، في ايقاف المياه الملوثه من ناحيه، او يعني المياه الغير صالحه للشرب عشان ما نعملش مشاكل في استخدام الكلمات، وكمان مساله وصول مياه الى اهالينا في المناطق اللي تضررت بشكل واضح من هذه المساله. هي اسمحيلي يا فندم، هي ميه مش ملوثه. انا صلحتها اهو، انا قلت ميه، انا قلت عكاره زياده، عكاره زياده، انا قلت سليمه. انا قلت عشان استخدم التعبير الدقيق. شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك معانا. طبعا مسألة التعامل مع ملف العشوائيات طبعا حضراتكم شايفين، ومن سنين الحقيقة يعني عنوان الرئيسي لكل حاجة تطوير العشوائيات في مصر، وظل الناس اللي عايشين في العشوائيات دول لا حد بيطورهم ولا حد بيقرب منهم، وعندنا أماكن منعزلة عن الدنيا واللي فيها، يعني تلاقي أماكن ملاش أي علاقة باللي بيحصل في البلد وهم عايشين في وادي تاني، وكل مرة المسؤولين الحكوميين يقولوا لكم هنعمل تطوير عشوائيات. لكن المرة دي التصريحات الأخيرة لوزير التنمية المحلية والمهندس إبراهيم محلب نفسه رئيس الحكومة بتقول إنه بيولي اهتمام كبير جدا بمسألة تطوير العشوائيات. زميلتنا أسماء فرغلي راحت منطقة من المناطق اللي تعد عشوائية بشكل كبير جدا ورصدت متاعب وآلام الناس فيها، هي منطقة الحيتية. نشوف مع بعض. بين أحضان القاهرة وشوارع منطقة المهندسين الراقية تقع الحيتية، منطقة سكنية بسيطة لكن بساطتها ليست هي المشكلة، فهي منطقة نصف منازلها تقريبا آيلة للسقوط.
يسكن الحيتية أكثر من 11,000 مواطن راضين السكن البسيط والخدمات المحدودة، ولكنهم أصبحوا غير آمنين على أرواحهم داخل هذه البيوت التي بلغ عمر بعضها 100 عام والتي بدأت تتساقط أحجارها فوقهم. الحيطة وقعت علينا، بتوع الحي مش سالين فينا ان الحيطة لحد الوقت الحيتية كلها جاي لها زالة تم، والبيت بقى له 14 سنة دوت جاي له زالة، مش راضين يسألوا فينا لحد الوقت، من يوم بقى 11 يوم البيت جاي له زالة وجاي راضينش يجوا يحطوا. زي ما قال سيادة المحافظ قال كلمة، خلي بالكم لو انتوا داخلين على طمع وتاخدوا شقة ومش شقة الحكومة مش هتديكوا شقة. احنا قلنا احنا مش عايزين شقة، احنا عايزين تمنونا المكان وترمونا البيت دوت وتقعدونا. البيت كله مسقوط. ايوه خايفه طبعا، انا بنام وبقول اشهد لا اله الا الله، هنقعد هنا والله لنا عمر وقع علينا البيت، ما لناش عمر قاعدين عايشين. يتساءل اهالي الحيتيه ماذا ينتظر المسؤولون لازاله هذه المنطقه ومنازلها المتهالكه. مأمور رفع مساحي للمنطقه في مجلس في صندوق تطوير العشوائيات في مجلس الوزراء على اساس انها تخش في خطة تطوير العشوائيات اللي هي موجودة، بحيث انها الشوارع بتاعتها توسع، المباني اللي هي تعتبر قديمة تزال وتتبني. امتى هيتم هذا الكلام؟ لما يتم تدبير الموارد المالية لهذا المكان. عادة ما تصطدم أحلام المصريين البسطاء بكثير من الإجراءات الروتينية التي قد تستمر لسنوات، في حين أن دقيقة واحدة تكون فاصلة بين حياة أو موت. أسماء فرغلي، قناة دريم. فعلا زي ما الزميلة أسماء بتقول، دقيقة واحدة قد تكون فاصلة ما بين الحياة والموت. وشفتوا حضراتكم السيدة البسيطة اللي في التقرير اللي قالت احنا قاعدين في البيت وقع علينا، اهو احنا ده عمرنا، ما وقعش علينا اهو احنا مكملين لغاية ما ربنا ان شاء الله يعني يسهل للمسؤولين في مصر ويبدأوا فعلا تفعيل الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات. الحقيقة المشكلة في تطوير العشوائيات برضو عشان يبقى كلامنا موضوعي شوية، المشكلة ان تطوير العشوائيات محتاج تمويل كبير جدا، لانك انت هتزيل هذه المناطق وعليك ان توفر بديل للاهالي اللي عايشين فيها. شفتوا حضراتكم اللي حصل في عزبه النخل وازاي كانت ماساه كبيره بعد ما المحافظ ازال هذه المساكن الغير صالحه وبدا يوفروا لهم مساكن ثانيه، فبدات ناس تقول لا احنا كنا قاعدين في المكان ده، وبدا المحافظ يقول لا احنا عملنا حصر للمكان واللي كانوا موجودين سكناهم بالفعل. احيانا كمان بتبقى في مقاومه من اهالي المنطقه نفسهم رغم ان هم عايشين في مكان هم عارفين ان هو قايل للسقوط او غير صالح للسكن، لكن بيبقوا احيانا مصرين. فاكرين الصوره اللي انا مش قادره انساها، الاب اللي خد بنته وطلع على سطح احدى العشش في بعض المناطق العشوائيه ومسك بنزين في ايديه وكان عايز يولع في نفسه مع بنته عشان ما حدش يشيله من المكان اللي هو فيه. هو ما عندوش ثقه ان ممكن يبقى فيه مكان بديل. احيانا بيبقى عندهم رتبوا حياتهم وتربيطات حياتهم ونشاطهم الاقتصادي على المكان اللي هم فيه. في تعقيدات كبيره جدا تتعلق بهذه المساله، لكن المأساة الاكبر التمويل. المسألة دي مسألة تطوير العشوائيات محتاجة إلى تمويل كبير. يمكن كان الفنان محمد صبحي قام بدور أو قدم مبادرة سابقة لهذه المسألة، نتمنى أن يعاد طرحها مرة تانية وتفعيلها. وياريت الحقيقة رجال الأعمال في مصر يعني يساندوا الدولة، إحنا عندنا دولة فيها عجز موازنة، يعني بنتكلم في 280 مليار وبنتكلم في أرقام رهيبة جدا. فيعني مسألة أن المجتمع يمد يد لهؤلاء، لان في النهايه انتوا احيانا تقولوا العشوائيات دي بؤره لحاجات كتيره ممكن تطلع من العشوائيات، يمكن ربما يكون ابرزها كما كان يرى خالد يوسف دائما هو التطرف اللي ممكن يطلع من هذه المناطق واللي ممكن ينسف المجتمع كله او يهدد المجتمع كله ويهدد سلامه الاجتماعي. يعني رفقا بهؤلاء على المجتمع وعلى رجال الأعمال وعلى مؤسسات الدولة أن تتكاتف في هذه المرحلة لعلاج هذه المأساة. وده كان هدفنا من التحقيق الصحفي اللي عملته الزميلة العزيزة أسماء فرغلي، بشكرها عليه.
ندخل لأزمة التصريحات الصادرة من الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون، واللي قال أنه قابل الشيخة موزة والدة أمير قطر، وأن هي هو قال في بعض التصريحات نصبت إليه تصريحات بتقول أن هي مؤمنة بمظاهرات 30 يونيو، وأن كان في حركة احتجاج شعبي في مصر ضد حكم مرسي، وأن قناة الجزيرة قناة بيقودها الإخوان أو بتنحاز بشكل كبير جدا لموقف الإخوان. النهاردة صدر بيان من السيد عبد الله ابن حسين الكوبيسي مدير مكتب الشيخة موزة، نفى تماما أن يكون لقاء دكتور سعد الدين إبراهيم بالشيخة موزة تطرق إلى هذه الأمور من قريب أو من بعيد، وقال أن اللقاء اللي تم ما بين الشيخة موزة وما بين الدكتور سعد الدين إبراهيم كان بناء على طلبه. داليا زيادة نائب مدير مركز ابن خلدون قالت أن الدكتور سعد الدين إبراهيم اتجه إلى قطر بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا لمركز ابن خلدون، وقال كمان أنه قال لها أنه تحدث مع الشيخة موزة والدة أمير قطر بشأن العالم العربي، وأبدى خلاله حزنه من حالة الانشقاق اللي تم في الصف العربي، وخاصة توتر العلاقة ما بين مصر وقطر. حقيقة ما دار في لقاء الدكتور سعد الدين إبراهيم بالشيخة موزة، ولماذا صدر بيان من مكتب الشيخة موزة بينفي تماما ما قاله الدكتور سعد الدين إبراهيم، هيكون محور حوارنا ولكن بعد هذا الفصل.